الله يسوي لك المعاناة اللي كتعاني عبارة كل شيء يقولي ولكن شيء ممكن قش الدواء ممكن كل شيء دكش يقولي مشاهدي متابعين قناتكم شوف تيفي، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة أسافي. احنا الآن كنتواجدوا من حي سيدي عبد الكريم، رفقة حالة إنسانية. هاد السيدة في عمرها 50 سنة، مريضة بسرطان الرحم. غادي نخليو لها الكلمة، هي اللي غدوي وهي اللي قادرة تشرح المعاناة ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أنا العجمي نجاس، عندي 50 عام، كنعاني من مرض ديال السرطان 5 سنين هادي، ودابا كنمشي للدو نمشي ندير الدواء في مراكش، مرة كنلقاه ثلاث المرات ما كنلقاهش، وانا راني كنعاني دابا من هاد المرض وما عنديش باش نشري الدواء. كاين تيدي السين البريال كيقول لك سيري شري، وانا ما عنديش، وانا حتى المركوب ما بقيناش لقينا باش نركبو راه 5 سنين هادي وحنا كنقاس. ويرحم الوالدين. شحال ديال الوقت ما خديتيش الدواء؟ دابا راه من شهر ثلاثة دابا قال لك رجعي ما اش كاين ولا ما كاين. ودابا المحسنين اللي بغاو يتعاونوا معايا الا كان شي كونينيك ولا يعاونوني في الدواء ولا يعاونوني شي حاجه، راني ما بقيتش جبرت باش نشري شي حاجه والو. هي الان كما تلاحظون طريحه الفراش بسبب انها ما خدتش الدواء من شهر ثلاثة، ما بقاش قادره تتحرك من شهر ثلاثة ما خدتش الدواء. اذا هذه بالفعل مهزله، ان كيفاش انسان مريض بسرطان الرحم حيت ما فحالوش ما عندوش الامكانيات ما خداش الدواء. نظرا شحال وصل الثمن ديال الدواء؟ 60 ريال. شحال ديال الوقت خاصك تاخذي؟ كل شهر كل شهر ولا كل سيمانه؟ كل 21 يوم. كل 21 يوم خاصها دواء ب 60 ريال، ب 3000 درهم. 3000 ب 60 ريال. مشاهدينا الكرام للتذكير فقط، حنا الان كنتواجدوا من مدينه اسافي، من فضلكم بارطاجيو هذا اللايف. الرقم ديال السيده خليناه في العنوان، الرقم ديال الزوج ديالها والرقم ديالها حتى هي. نخليو الكلمه للزوج ديالها اللي حتى هو كيعاني معها. السلام عليكم اخوه الكرام. الحمد لله هذا المرض كيصيب اي انسان في هذه الحياه. انا ذكر في صناقة سينا لمده 5 سنوات، وانا شاد طريق مراكش السكينه اللي كاين فيها بعت فيها لتحتي، بعتو وبعت شي وليده وبعت البهيمات وبعت كل شيء. دابا بقينا الى الله سبحانه وتعالى. رحنا دابا حتى الركوم ما كنلقاش باش نركب مراكش. كتعرفوا المرض السرطان تقريبا 15 مليون هذه اللي من عرقي اللي خسرت من عندي انا من قبل ما ندير الرميد. وملي درت الرميد حتى الدم كان الرميد وكان الصير، هاد الفانيد ما كنلقوهش. 4 فانيدات كيديروا 60 ريال، وانا ما عنديش امكانيه انك تخدم سائق طاكسي اجره. دابا انا عاطل على العمل، والانسان اللي بغي يدير خير في هاد السيده راه عنده اجر عند الله، راه ما كاين والو في الدنيا. اذا انتم 5 سنين انتم كتجريو وتجاريو، 5 سنين ديال الدواء، 5 سنين ديال 5 سنين اخويا، 5 سنين وانا شاد طريق مراكش. دابا ما كاين المره اللي ما كنلقاش باش نركبها كنتسلف. يعني هاد السكينه وانا نبيعوها ولكن فيها الوليدات وفيها ما كاينش كيفاش دير، هي اللي بقات عندنا. مشاهدينا الكرام للتذكير فقط، حنا الان كنتواجدوا من مدينه اسافي، رفقة حالة السيده اللي في عمرها 50 سنه، مريضه بسرطان الرحم. الدواء كيكلفها 3000 درهم، يعني 60000 ريال كل 21 يوم. وهي الان ما بقاش يعني عندها حتى باش انها تشري الدواء، يعني من شهر ثلاثه، من بدايه الكونفينمون، من بدايه الحجر، ما بقاش عندها باش تشري الدواء. 3000 درهم اللي هي صعيبه شويه، 3000 درهم راه سالير ديال الموظف. إذا نخليو لك كلمة، يعني هاد 3000 درهم حسيتي بها قاصحة ديال بصح؟ قاصحة عليا خويا. دابا راك دابا الموظف كتسني درك يا 6 أشهر ديال الموظف، راه قرب يقطعوه ليا. دابا راه قطعوه ليا عام الأول، والمحسنين خلصوه ليا شي محسنين، ودابا راه يقربين يقطعوه ليا، ما عنديش باش نخلصو. أنا كنسري لها الدواء دابا كل أسبوع كنسري لها الدواء. البارح اللي سريت لها 7 ريال ديال الدواء، يعني الريال ما بقاش يوصل خوه. ديك الشرويالات اللي كنصور كنخسرهم عليها. ولك تغلبت اخويا، انا بحر كبير فهمت كبير، مرض السرطان راه بحر كبير، الناس راه كيعرفوا هذا المرض تيطلب فلوس كثيره، وراه دابا الدور غيقطعوه ليا، راه الدور غيقطعوه ليا. اذا نخلو الكلمه للسيده، غتحكي لنا المعاناه ديالها فاش كتمشي للسبيطار ديال مراكش وما كتلقاش استقبال،
قالت لي واحد الكلمه اللي قالتها لها واحد الممرضه تماك. قالت لي انا في اسفي. قالت لك انا في اسفي. مشيت نزيد الدم 5 ايام وانا ناسه، كنقول لي معطقون يديروا لي الدم وهذا. قالت لي واش راني بغيتيني سيري، قالت لي موتي نمشي نذبح شي واحد يجيب الدم ديالو نديرو ليك. اذا هذه كلمه يقولوها الممرضين هنا ديال مستشفى محمد الخامس. اذا المريض كيعذبوه لا جسديا لا نفسيا. كيفاش ان توصل بالممرض يولي يقول للمريض يقول ليه سير تموت؟ اذا بالفعل هذه مهزله. شنو رسالتك للمسؤولين والمحسنين؟ وانا كنطلب من الله ونطلب منهم يتعاونوا معايا، الا كان شي باش يعاونوني، ولا كان شي كلينيك، ولا كان شي طبيب يعاونوني. هادو راه مديرين معايا والو. واش انا الدواء راه ما كيوصلش عند خوه، راه خاص الدواء يكون الدواء على الدواء. دابا انا الدواء ملي كنقعد شهر ندير الدواء واربعة شهور ما نديروش، واش من دواء؟ راه ما غاداش نتعالج. وكان الدواء مرتب كورين داويه، راه مرتبين والو. اذا جربتي تمشي للسبيطار ديال لاله سلمى، مستشفى لاله سلمى فين؟ في الدار البيضاء. لا ما مشيتش ديك، مشي انا لمراكش. مشيت لمراكش، نهار سيفطوني لمراكش صافي. اذا المشاهدين الكرام للتذكير فقط، حنا الان كنتواجدوا من مدينه اسفي من منزل ديال السيده في عمرها 50 سنة، مريضه بسرطان الرحم. الرقم ديالها درناه في العنوان، كنتظروا اتصالات ديالكم. هذا الملف الطبي ديالها. اذا قالت لنا بلي عندها الموعد غدا ان شاء الله. فين عندك الموعد؟ في مراكش. وعندك باش تمشي؟ ما عندكش باش تمشي؟ وما كاينش، راه كنسلف وراه ما عندناش. الفلوس كانت ولكن مشات، كلشي مشى. مشاهدينا الكرام، هذا هو الحج، هذه هي العمره. الناس اللي هذا العام ما مشاوش للحج، ها الحج هو بين يديكم. مشاهدينا الكرام للتذكير فقط، حنا الان كنتواجدوا من مدينه اسفي بالضبط من حي سيدي عبد الكريم. خلينا لكم الرقم ديال السيده والرقم ديال الزوج ديالها، اللي باغي يعاونهم يتصل بهم. خويا هذه شنو هي الورقه هذه؟ من 2016 خويا، انت عمرنا هاد لاكارت الاولى وهي عمرت اخرى، شو شحال من معيد، وهذه هي قريبه عمرتها هي. وانت خويا هذا راه معمرو بجوج اخويا، هنا راه من 2016 وانا كنمشي كل سيمانه. لو كانت السيده ديال قاتل العنايه، هذا المرض غادي يتعالج في 6 شهور او عام. دابا مرت 5 سنين، 5 سنين صرف في هذا السيد هذا ازيد من 15 مليون. باع الدار ديالو، باع الارض ديالو، باع كل شيء على ود الزوجه ديالو. مشاهدينا الكرام، بارطاجيو هذا اللايف هذا باش يوصل للمسؤولين هنا في مدينه اسفي، يوصل للجمعيات. ها فين خاص يكون الدعم ديال بصح. اما الدعم ديال الجمعيات على قبل لي زيفيرمون راه ما خدامش. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نخليو كلمه اخيره للسيده. كلمة أخيرة للمشاهدين المحسنين. المشاهدين المحسنين، بغيتي نعاونو، بغيتي نعاونو على هاد المرض، راه خايب وراه قاسي بزاف. راه 5 سنين وأنا مكنعيش حتى الناس، مكنعيش. بغيتي نعاونوني يكونوا معايا، الله يرحم الوالدين. مشاهدينا الكرام، انتم كتشوفوا الحال على عينيكم. انا ما يعني ما بقيتش قادر نوصف الامر. بارطاجيو هذا اللايف هذا، يوصل للمحسنين، يوصل للمسؤولين هما اولا، يوصل للمستشفيات. الرقم ديال السيده والرقم ديال الزوج ديالها خليته لكم في العنوان، غادي نعاود نخليه لكم هنا في التعليق. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن تتبعكم.
نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، وشكرا.